جيب عندي حوالي 7 أو 8 دبابيس بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، بصل، صلصة طماطم، فلفل أخضر، طماطم، عندي لسان عصفور ببدأ إن أنا أحمصه أو أحمره عندي في الزيت أو في السمنة، فلفل أخضر رومي، شوية كزبرة مفرومة وشوية ملح وفلفل، تمام؟ ناخد عندي شوية زيت مع مكعب زبدة، نحطهم هنا، سكين الصفرة بس ايه اشرط بقى الباشا ده كده من هنا، ده الجزء اللي يبقى فيه لحم، الزبده والزيت بحطهم عندي يسخنوا عندي على النار. نبدا ناخد عندنا دهبيس الفراخ ونبدا نحمصهم كويس جدا بقى، ونحمرهم كده تحميره حلوه على ما نقطع لهم شويه الخضار بتاعهم، بصل، ديها بصل كتير، الطواجن تحب البصل كتير، بصل الابيض ده بيخلي طعم الحاجه سكر. تعالى خش يا حبيبي، قطعنا كده ايه البصل، نديها كده تقليبه كده لدبابيس الفراخ، نخليها بس تاخد لون حلو الاول على ما نقطع بقيه الايه المكونات بتاعتنا. قطعنا البصل خلاص يبقى شرايح رفيعه زي ما حضراتكم كده شايفين، بكون محضر عندي الطاجن اللي هبدا اشتغل فيه، واديله مسحه زبده من زبده فرد اللي احنا مسيحينها، ونبدا اللي احنا ايه نحطها كده في الطاجن عشان يبقى جاهز معايا. كلام جميل، وهي بتتحمص كده فيها ايه شوية بهارات كده حلوين، شوية بهارات، شوية فلفل اسمر اكحل، شوية بابريكا، ايوه بعيد قوي ايه محمص عندي شوية البهارات دول عشان يخلي لي اللون بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، اللون برضو لما يبقى ذهبي وانت بتحمص الحاجة بيخلي الحاجة في حتة تانية خالص. طاجن محترم قوي قوي قوي. طيب شوحنا الدبابيس، خدت اللون الذهبي زي ما اتفقنا، كل ما تديها تحميصه اكتر كل ما تكون افضل، وبتساعد كمان على عمليه الايه التسويه نفسها. بنشوحها الاول وبعد كده بنبدا نحط لها الخضار واحده واحده، بس هي يعني اديها التحميره الاول بتاعتها وبعد كده نبدا ننزل عليها ايه بالبصلايه اللي احنا عاملينها. طيب عندنا فلفل اخضر رومي، برضو نفس الكلام هقطعه عندي شرايح رفيعه، طاجن بقى يبقى لازم نديله ايه حته فلفل حامي برضو كده تروق المسائل، وبعد كده اهوت اخر حاجه خالص الايه الطماطمايه،
كده كده، وبعد كده بنقوم واخدينها ايه شرايح رفيعه جدا. نرجع هنا للباشا بتاعتنا وهي شغاله كده اهو، خدت عندها هي التحميره بتاعتنا. نبدا نديه ارميها البصل، هديلها البصلايه بقى. زي ما حضراتكم شايفين ممكن مع شويه البهارات بعد كده بنبدا ايه نحط لها بقيه اللي هي المكونات بتاعتنا. ناقص ايه هنا تاني؟ الخضار متقطعش عشان نبقى ايه يبقى تمام كده معانا. شويه الكزبره المفرومين، وعندنا لسان العصفور اللي احنا محمرينه عندنا فين؟ في السمنه، ومعلقتين اتنين من صلصه الطماطم. نروح عندي على البصل، وبعد ما تبل كده وتشوح عندي مع الفراخ او دبابيس الفراخ، اقوم حاطط عندي معلقه حلوه كده من صلصه الطماطم. طاجن بفضل الله تاكل صابع كروه. ونقوم رايحين واخدين بقيه المكونات ديت عليها، الطماطم، الفلفل الاخضر، والكزبره الخضراء، كله مع بعضه. نروح هنا اهوت لايه؟ للفراخ. عشان لسه اخر حاجه تاخد معاها اللسان العصفور. مفيش مشكله. حاجه نضيفه ومنضفينها وتمام التمام. لسان العصفور بقى تاخد بس امتى بقى؟ بعد ما يتحط عندنا الميه السخنه اللي بتتحط بعد ما كل ده بيتشوح معايا. كل ما تيجي تتشوحي لها كل ما تديكي نتيجه افضل. يبقى انا حطيت اول حاجه كيلو من دبابيس الفراخ، شوحناهم مع معلقتين اتنين من الزبده، جبنا معلقتين اتنين من الزبده فرن، وبعد كده بدانا نشوح بيها الفراخ، وبعد كده حطينا دبابيس الفراخ نشوحناها، شويه ملح وشويه بهارات صغيرين قوي مع الخضار اللي احنا حطيناه، الفلفل الاخضر، فلفل حامي، صلصه طماطم، طماطم مفرومه، وبعد كده عندنا شويه كزبره خضراء، وكل ده اهوت مع ايه؟ مع بعض يتشوح، حاجه لوز اللوز ما شاء الله. نبدا ناخد عندنا بقى الميه السخنه اللي بتغلي، ونبدا نحطها فين؟ عند الباشا ده. ايوه تمام جدا. ابدا ان انا احط عندي الميه واسيبها تاخد غلوتين اتنين بس. ايوه صحيح. ناخد بقى غلوتين اتنين عمنا براحتها خالص، وبعد كده نبدا نحط لها ايه؟ لسان العصفور. بس لسان العصفور مش هحطه دلوقتي، يعني لما تاخد الغلوه بتاعتها نبدا ان احنا ايه؟ نحط لسان العصفور، نحطها جوه الطاجن الحلو اللي احنا ذهبناه بالزبده، ونحط جوه الفرن مقفلينه بفويل او بغطا عندنا. نظبط الملح شويه وشويه الفلفل، ونديها التقليبه عشان لسه نحط لها لسان العصفور، بس بعد ما ايه ما تاخد الايه الغلوه التمام. ونبص كده على الملح بتاعها واخباره ايه. حلو جدا، مش محتاج اي حاجه تاني. الفراخ بتاعتنا هي ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين في الطاجن. وزع ونبدا نوزع عندنا لسان العصفور جوه وفي الحاجه نفسها. شكلها تبقى كتير ولا ايه؟ لا عادي يعني ان شاء الله خير. ماشي
ده رفيع شويه فمش هيبقى مظبوط. حته حلوه قوي، حته مزيكا. نظبط كده الدنيا حواليها ونشيلها ونقوم ايه حاطينها في الطاجن والفراخ كده كلها الدبابيس ايه من فوق عشان تاخد برضو اللون الايه الذهبي كده وتبقى مظبوطه ظابطه تمام. والله ما انا حاطك على صوت. انا زهقت، انا هعمل حاجه تانية بقى. انت عارفين بس انا عايز احطه على صاج ليه؟ عشان بس لو ما يجي يوقع بس حاجه ما يقعش على الفرن، فانا هعمل حاجه اقوم حاطط الصاج تحت من هنا. اتفرج على الجمال. ولسان العصفور استوى؟ اه استوى اهو. عايز شويه كمان في الفرن؟ هنديله شويه كمان في الفرن.